مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الثورة، ثورة تي في. من المواضيع التي أزعجت كثيرا من المتابعين وفتحت أبواب التأويلات والتحاليل في الفترة الأخيرة موضوع استقالة وزير المالية السيد حسين الدمسي. إلى حد أنا باش نجيك سي أسعد، أنا ما يبدو لي نوع ما التضارب في حديثك، يعني نوع ما التضارب. أنت تعتبر أنه حسين الدمسي إنسان ما عمل حتى شيء، وانسان معناها بارك معناها الفساد، وفي نفس الوقت تتهم في السلطه. هي. يعني وهنا فما صار هل انشقاق انشئنا، هل علاش ما ماهيش راضي الحكومه؟ احنا قلنا شارك في مسرحيه والطيور على امثالها تقع. علاش معناها علاش هما غاضبين عليه؟ عدد لك المناقب نتاعه. تفضل. البنوك العموميه تحت اشراف من؟ البنوك العموميه بمقتضى الامر اللي يضبط المؤسسات العمومية هي تحت إشراف وزير المالية، مش تحت إشراف محافظ البنك المركزي. لا، هي تحت إشراف وزارة المالية، هذا بمقتضى أمر واضح. هل مؤسسات هذه هل نهبت أم لم تنهب؟ هل شطبت في إطارها آلاف المليارات أم لم تشطب؟ هذا اعترفوا به الناس كل، وهذا نعرفوه، ولا احد بامكانه ان حتى الديون، حتى القروض تعطات لبرشا رجال اعمال ما زالوا لاباس عليهم ويحوسوا، وهما الاف المليارات وقع اقتراضها من غير اساس. هذا تو اللي حدثوا فينا عليه، وانا اشك في هذا الرقم، وانه ثم 7000 مليار اللي هي صعبه الاستخلاص، ديون صعبه حتى لا نقول مستحيله الاستخلاص، مع انه رجال الاعمال موجودين وعندهم فلوس ويدوروا في الشارع. لا بس عليهم ويدوروا. ما هو هذا لهنا كيفاش اليوم السلطة ترعى الجريمة والسلطة ترعى الفساد. مالا شنو؟ الا السيد هذاك وقت اللي هو، بل بالعكس هناك من استأسد. هناك من استأسد وتحدى كل المنظمات وتحدى السلطة. وطرد النقابيين وعمل اللي يحب هو، وهو مسال بمئات المليارات من المال العمومي. هذا معروفين الحالات هذوما. الناس هذوما اللي يستأسدوا اليوم، هذا بفضل من؟ بفضل سلطة ترعى الفساد والجريمة. سلطة متواطئة، سلطة فاسدة. وننتظر نحن وننهار، ربما تجي سلطة وطنية قد يفيق الشعب من هذا السبات لمحاسبة كل الفاسدين، وبالأخص اللي مسكوا جثموا على صدور الشعب التونسي بعد 14 جانفي. الذين جثموا. نرجع سيرة مناقب سي حسين الدمسي، أولا قانون المالية التكميلية، ماذا فعل بخصوص الديون البنكية التي شطبت؟ ماذا فعل هذا البطل، هذا البطل القومي، ماذا فعل؟ عمل شيء. نتعدوا نزيدون عدوا له المناقب نتاعه. اثرت انا اشكاليه وباطناب، قدمت فيها تحليل قانوني كامل ومتكامل يتعلق بشطب الديون الجبائيه منذ سنه 1998 في اطار ما يسمى باللجنه الاستشاريه المكلفه بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبه. أتأص من ذلك. يعني سامحني سي أسعد، معناها هذه لجنة السيد وزير المالية والحكومة نتاع العصابة باش يعطيو إعفاءات باش يشطبوا ديون جبائية مثقلة بالقبضات المالية، وهذه جريمة. هذه تعتبر جناية، والجناية هذه لازالت متواصلة. معناها هذا في إطار القطيعة مع بن علي، معناها وعهده، ولا في إطار التستر على المجرمين نتاع عهد بن علي هذا. راهو باش نعطيك. رفضوا إلى حد الآن ما عدا قطرة من بحر تطرق إليها عبد الفتاح عمر في تقريره، وتتعلق بشركة فرنسية من بين الشركات التي نهبت موارد الشعب التونسي. وأيضا هذا الموضوع نهار تو نتطرقوا له، كيف أن السلطة الحاكمة في تونس تحمي الشركات الأجنبية التي هي بصدد نهب ثروات الشعب التونسي الفقير الجائع العطشان. ف كي تعملت اللجنة هذه الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة خلال سنة 98، بدأت تشطب الديون، وبن علي على علم، وزارة العصابة متاعه، وزارة مالية العصابة على علم، والناس الكل على علم، وشطبت الديون الجبائية إلى حدود موفى 2010.